اه طبعا مهم جدا. يلا عم سيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهندس سيد الفنجري، يسعدني ويشرفني اني اقدم لكم معلومات ان شاء الله تفيدكم من خلال قناة مصطفى الكردي لزراعة الأصل. النهاردة هنتكلم عن المقاومة. يعني ايه مقاومة؟ يعني تحصين النباتات من الأمراض، والأمراض عدة أنواع، أمراض فيروسية ودي أصعبهم، أمراض فطرية، وأمراض حشرية، وفي أمراض من الطبيعة طبيعية. الأمراض الفيروسية دي طبعا عن طريق الفيروس، ودي بتيجي عن 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 طريق الحشرات الماصة، وخاصة الذبابة البيضاء دي اللي بتنقل من شجرة لشجرة. من شجرة مصابة تاخد منها العصارة وتديها لنبات آخر فتحول الإصابة. ولذلك أنصح لو واحد عنده غيط ومفهوش إصابة يرش، عشان يبقى فيه تعاون اجتماعي ما بين المزارعين. انا لو اعرف ارش الحقل اللي جنب مني لجاري عشان اللي عنده ما يجيش عندي اعملها. ده بالنسبه للاصابه. الامراض الفطريه عموما، معنى امراض فطريه يعني معناها شتاء، في الشتاء بتيجي عن طريق البروده ووجود الميه على النبات. فمعنى امراض حشرية يعني معناها صيف، الصيف كل الأمراض الحشرية بتيجي فيه. الغبار يؤدي إلى زيادة العناكب، معنى إن مزرعة قريبة من شارع في تراب باستمرار يعني معناها اعرف إن فيه عناكب، والعناكب دي من أشرس الحشرات، وفي صنف سلالة منها أو صنف منها اسمه الأكاروسات، دي أخطر وأصعب. طيب أنا عشان أعمل الوقائي المقاومة عنصرين، وقائي وعلاجي. وقائي يعني معناها قبل ما يجيني المرض، وده طبعا لازم أنا أعمل حسابي ليه. فلو فطري أرش بوقائي فطري وموجود في المحلات كتير. لو حشري يبقى رش وقائي حشري، وهيكون الوقائي المبيد يعتبر زي وضع جنرال عام ورخيص، مش هيكلفني تكاليف. لكن علاجي لو حصل لا قدر الله إصابة، الحل زي دي مهما عالجت مش هوصل لنتيجة، يبقى عندي خسارة، وعلى حسب الإصابة هيبقى عندي خسارة وعندي موضوع فلت مني. فأنا أهم حاجة أوصيكم بالمبيدات الوقائية. وبرضو في يعني أنوه لحضراتكم حيوي مش كيميائي. الكيميائي طبعا مضر لصحة الإنسان لو واحد عايز، لأن طبعا أنت راجل زارع على سطح فده أكلك أو أكل الغير. الأمانة تخليك يعني تنتقي المبيدات. في مبيدات حيوية أنواع كتير، المرة الجاية إن شاء الله في حلقة هنقول على كل المبيدات الحيوية باستفاضة. تحرص على انك تقاوم بمبيدات حيويه، تسال عنها في المحلات والشركات وهتلاقيها ان شاء الله. بالنسبه للمقاومه، المبيد يترش في الصباح الباكر او اخر النهار. طبعا رش المبيد له طريقه، او رش المقاوم الشيء المقاوم له طريقه. ما يكونش فيه هواء،
فالرش هيروح بعيد. دي واحد ما يكونش ساعة الظهيرة برضو لأنه ممكن يتلف النبات. بالنسبة للمقاومة كل نبات له عدو لدود من الأمراض، الأمراض اللي اتكلمنا عليها. يلا يا مصطفى بس كفاية كده. اكمل حته صغيره بقى بظبطها بنفسك. طب اتفضل. اللي انت قلت عليها الامراض قلت شتوي يعني فطري بتيجي من البلل والصقيع، صيفي يعني حشري، والحشرات بتيجي على لبيئه معينه اللي هي وجود الحشائش، فاحرص على انك تشيل الحشائش عشان ما يحصلش ايه امراض أمراض حشرية. طبعا في ملحوظة مهمة جدا، أثناء ما ترش النبات يكون في ضغط من البشبوري، طالع ضغط عشان يقلب الورقة، لأن ممكن الحشرات تبقى مستخبية تحت الورقة، فلما يكون في دفع للبشبوري للمبيد يحصل الحشرة وهي مستخبية تحت الإيه؟ تحت الورق. بس يا مصطفى اللهم صل على رسول الله. بنسى حاجات يعني. ماشي ومال الحاله دي؟ نعم حاله ايه؟ بقول لك احيانا حاله ايه دي؟ دي بتاعت المقاومه. زي ما احنا سمعنا من عم سيد مقاومه الحشرات، لازم يا جماعه ناخد بالنا، اللي عايز يزرع يهتم، اللي عايز يقعد في البيت قدام التلفزيون ما يحاولش يزرع وما يوجعش دماغه. كنت معاكم انا مصطفى الكردي من قناتي على اليوتيوب، مصطفى الكردي زراعي. شجعهم لا لا مش شجع حد، شجع حد. الناس عايز تاكل طماطم وتاكل خيار وهي قاعده في البيت مش عايز تتعب. يا جماعه اتعبوا، الزراعه مجهود، اتعبوا. الزراعه هي الحياه. ينفع تقعد في البيت والاكل هيجي لك يخش جوه بقك، ولا لازم تطبخ الاكل وتاكل؟ لا خدوا بالكم، الله يطبخ وياكل. خدوا بالكم. ماشي حاجه متعبه الناس هنا يا اخي ده.